مساء الخير، مساء السعادة، مساء الجمال على كل مشاهدينا، مشاهدي قناة الصحة والجمال وبرنامج نعم أستطيع. نعم أستطيع مش مجرد كلمة بتتقال، نعم أستطيع أقوال تليها أفعال. النهاردة الحلقة رقم 290، الموسم الـ 24، وأول حلقة ليا. هكون معاكم مروة مسعد، وأول حلقة ليا. عايزة أقول لكم إن ده كان حلمي، حلمي إن أوصل، حلمي إن أبقى حاجة، حاجة إيجابية، حاجة مؤثرة. والحقيقة إن أنا ما وصلتش لده بسهولة، أنا اشتغلت وتعبت ووقعت وقمت، والنهاردة حققت ونعم أستطيع. عايزة أقول لكم إن النهاردة حلقتنا هنتكلم فيها عن الرياضة. الرياضة هي أساس الحياة، الرياضة هي تربية للنفوس قبل أن تكون إحرازاً للنفوس. والنهاردة هنتكلم عن رياضة الكاراتيه اللي بتحمل شعار الدفاع عن النفس، واللي بتهدف لتنمية الجسم والعقل في آن واحد. كمان بتهدف رياضة الكاراتيه لتنمية الجسم بكل ما يملك من قوة تحت تحكم العقل. هيكون معانا النهاردة مشرفينا في الاستوديو كباتن متميزين جدا. معانا كابتن النهاردة قوي جدا ومتميز جدا، محبوب جدا في قريته صنباط وكل القرى المجاورة، بل قرى مركز زفت أجمع. هيكون معانا النهاردة مشرفنا في الاستوديو كابتن حماية فودة، خبير دولي ومدير فني للأكاديمية الدولية للكاراتيه بصنباط. أهلا وسهلا يا فندم. أهلا وسهلا بحضرتك، وبسم الله الرحمن الرحيم. أنا بشكر قناة الصحة والجمال والإعلامية القديرة مروة مسعد وعلى المجهود الرائع اللي بتقوم به القناة. كمان هيكون معانا مشرفنا في الاستوديو مساعد كابتن عنايات كساب، مدربة قطاع مدارس بالأكاديمية وتأسيس برامج. أهلا وسهلا يا فندم. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. عرفنا كده يا كابتن، عاوزين نعرف نبذة عن الكابتن، عن كابتن حماية. كابتن حماية فودة مدرب كاراتيه اتحاد الشرطة الرياضي من سنة 2000 لحد 2019، ونشرت جميع اللعبة على مستوى مركز زفتة والقرى المجاورة صنباط. والحمد لله رب العالمين حصلت على دورات عديدة في الكاراتيه، والحمد لله رب العالمين حققت جميع البطولات اللي موجودة على مستوى الساحة المحلية والقارية. والكاراتيه أسلوب حياة بنعلم الأولاد فيه كل حاجة طيبة تحت ضغط النفس. تمام. يعني إيه هي بقى أهمية الكاراتيه؟ يعني إيه فايدته بالظبط؟ عايزين نتطرق للموضوع ده، إيه فايدته للأطفال أكتر؟ الأطفال يعني ببدأ سن التدريب من 4 سنوات، ولو في عنصر 3 سنوات ونص كويس ببدأ أخده أعلمه إزاي أسس التربوية للكاراتيه. تمام. كابتن عنايات، بما إنك ست وفي قرية ومدربة، ونادرا يعني لما بنشوف الحاجات دي، احكي لنا بقى عن التجربة دي. يعني إيه المشاكل اللي واجهتك؟ إيه الصعوبات اللي واجهتك في الموضوع ده؟ لا بصي حضرتك، هو مفيش أي صعوبات قابلتني في الموضوع ده. هو أهم حاجة في الموضوع ده الثقة، الزوج، ثقة الزوج وثقة الأب والأم، دي أهم حاجة، دي هدف وطريق أنت بتمشي عليه. هما بدوكي الثقة في النفس، بدوكي طاقة، والطاقة دي أنا خدتها من بابا وماما، عشان كده قدرت أحقق حلمي وأوصل. يعني من هنا بتوجهي رسالة لبابا وماما وزوجك، هما اللي دعموكي برضو للحتة دي، يعني محدش طبعاً اعترض، محدش قالك لأ. لا أنا ما واجهتش أي صعوبات من الناس، بالعكس أنا يعني الناس حابين، يعني حابين الفكره دي. وفي برضه بعض اولياء الامور بيحبوا ان مثلا ممكن يكون اولادهم بنات يتدربوا مع مدربين يعني ستات وكده، فعشان كده يعني الفكره برضو انا حبيتها. بالظبط. ما احنا عايزين نعرف بقى ازاي بتتعاملي مع اولياء الامور، يعني اولياء الامور حابين برضو ان الكابتن تبقى واحده ست يتعاملوا معاها، اكيد برضه بتفرق. بتعامل مع اولياء الامور كاني زيهم وليت امر، يعني احنا مع بعض كده الحمد لله. يعني
يعني بتعامل معاهم كأخت زيهم، ولو مثلا ولي أمر راجل بتعامل معاه كأخ كأخت، والدنيا بتمشي يعني. تمام كابتن، بقى عايزين نتكلم عن أطفال التوحد أو الأطفال اللي عندهم إعاقات، يعني بتتعاملوا معاهم إزاي في الأكاديمية؟ الأكاديمية عندنا فرع خاص اللي هم ذوي الحاجات الخاصة، اللي منهم التوحد ومنهم السم والبكم ومنهم الكفيف، وده كل مرحلة، ومنهم الأطفال المنغوليين. كل مرحلة لها جزئية لوحدها، لأن طبعا هتختلف الفوارق الذهنية والفوارق الإعاقة بينهم وبين بعضهم، فدي بنحط كل إعاقة موحدة مع بعضها. تمام، يعني احنا مش بنشتغل مع كل الأطفال زي ما بنشوف مثلا، يعني الأكاديمية هنا مميزة، مش بنشتغل مع كل الأطفال كله مع بعضه، لا احنا عارفين ان ده مثلا ده أطفال عاديين بيشتغل معاهم عادي، دول عندهم إعاقات معينة أو توحد، الكلام ده كله. تمام، كل طفل بنوديه في مكانه اللي يليق بيه أولا نفسيا ومعنويا وعلى حسب الإعاقة بتاعته، والطفل المعافى، ونتمنى من الله السلامة لكل أطفال مصر. لهم ثلاث مراحل، بنبدأ من مرحلة المدارس، قطاع المدارس، بعد كده قطاع التجهيزي، بعد كده قطاع البطولة. ولو اتكلمنا على قطاع المدارس وقطاع التجهيزي وقطاع البطولة يعني ناخد ساعة في الحلقة إن شاء الله. تمام، وده طبعا أكيد اللي بيميز الأكاديمية عن أي مكان تاني، سواء في القرية أو في المدينة أو في أي مكان، ده بيميز الأكاديمية طبعا عن أي مكان تاني، وبيميز المدرب عن أي مدربين تانيين. الحمد لله رب العالمين. أهم حاجة في المدرب المصداقية. تمام صح، لازم تكون صادق مع ولي الأمر، صادق مع الطفل اللي أنت بتتعامل معاه، صادق مع نفسك اللي انت بتقدم حاجة طيبة لأهل قريتك، ودي حاجة جميلة أنا اتعلمتها من ناس أجانب كتير، وفعلا أنا اتعلمت من مستر ويكي ومستر هديكي أوكاموتو ومستر أوليفا ومستر أرتيجا كل حاجة طيبة، غير طبعا القاعدة العريقة من الاتحاد المصري للكاراتيه بقيادة سيد الدكتور محمد الدهراوي، نتمنى له الشفاء العاجل إن شاء الله، والأستاذ النائب حسام عجور، ومنطقة الغربية للكاراتيه فردا فردا، لأنه منطقة الغربية للكاراتيه من أنشط المناطق الموجودة على الساحة، بعد طبعا احترامي لجميع القواعد اللي موجودة في جميع المناطق الكاراتيه. تمام كابتن عنايات، بما انك بقى مدربة تأسيس وبراعم لسه، احكي لنا بقى بتتعاملي معاهم ازاي، بتتعاملي مع الاطفال ازاي، خصوصا ان مش كل الاطفال بيبقوا جايين عندهم ثقة في نفسهم، بتتعاملي مع الاطفال ازاي؟ تمام، هو عامة الطفل لما بتوجه في اي مكان بيبقى خايف من المكان ده. تمام، انا اول حاجة بقدر اشتغل عليها اني احبب الطفل في المكان. اول حاجه الطفل مش من اول ما يدخل عليا كده ان انا ادخله التمرين ونشتغل على طول شغل، لا طبعا. اول حاجه الطفل بسيبه مثلا ايه يتجول في المكان، يلعب هنا يلعب هنا، واثناء وقت في الوقت التشغيل اللي انا شغاله فيه بيتفرج عليا، هو انا بحببه في الحاجه دي، انا مش داخل عليه عشان مره واحده اقتحم عليه مره واحده واقول له تعالى ده انا همرنك ده انا مش، لا لازم يحب المكان ويحبني قبل اي حاجه. وده برضو التميز في الأكاديمية، يعني هو ده برضو اللي بنتكلم فيه، إنه الأكاديمية مختلفة عن أي مكان تاني، ده برضو اللي حابين نعرفه للجمهور وللأهالي وللناس، إن الأكاديمية الدولية للكاراتيه بسنباط تختلف عن أي مكان تاني. طيب بما إن حضرتك ست ومدربة وفي قرية، أنا حابة أوجه رسالتين. عايزة أوجه رسالة لكل بنت يائسة محبطة، احلمي اشتغلي اجتهدي والله هتحققي. الرسالة التانية عايزة اوجهها لكل بنت طموحة حالمة زي كده وزي الكابتن، صدقي حلمك، صدقي نفسك، ثقي في ربنا، اصبري ارضي تفائلي. سيدنا علي بيقول تفائلوا بالله خيرا تفائلوا بالخير تجدوه، ونعم استطيع.
نعم. طيب هناخد فيديو، خليكم معانا نتفرج على الفيديو ده ونرجع تاني. رجعنا لكم تاني بعد الفاصل لضيوفنا اللي مشرفينا في الاستوديو، وعايزين نعرف يا كابتن حمايه ايه مشوارك في الكاراتيه؟ احكي لنا كده عن مشوارك في الكاراتيه. الحمد لله رب العالمين، اتعلمت تحت الله يرحمه كابتن عادل الشحات سليم، كان ضابط من ضباط الصاعقه المصريه رحمه الله عليه. كان في سراييفو وتوفى، كان تعب شويه والحمد لله جه مصر وتوفى في مصر. طبعا العبء بقى عليا جامد انا وبعض من الزماله، كابتن رمضان عمر وكابتن محمد الشناوي وبعض زمايلي، كنا بنحاول نطلع نجيب المعلومه من الخارج القريه علشان نعلم اولاد القريه. طلعت اتمرنت تحت الكابتن ايمن ابو فريخه في نادي طنطا الرياضي ونادي السكة حديد طنطا تحت كابتن حسن جبر. بعد كده دخلت الدورات تدريبية وتحكيم محلي وتحكيم دولي، وعشان أجيب المعلومة مظبوطة لأبناء قريتي. والحمد لله اتمرنت تحت كابتن عاطف أباظة، كابتن يوسف إبراهيم، كابتن محمد طه، اللواء احمد عبد الله واللواء رضا الجندي، واتمرنت تحت مستر ناكاياما ومستر ويكي ومستر اوليفا ومستر اورتيجا وبعض من المدربين الاجانب. لفيت بقى لفه كبيره جدا من سنباط، اولي طبعا قريه سنباط، بعد كده خرجت من سنباط الى طنطا ونادي طنطا ونادي السكة حديد طنطا. بعد كده قعدت في القاهرة سنة 2000 لحد 2019 في اتحاد الشرطة، وحققنا أكبر إنجازات موجودة في تاريخ الكاراتيه، لأنه كان حين ذاك أكبر قاعدة كاراتيه موجودة في اتحاد الشرطة الرياضي تحت قيادة المدير الفني وأخويا الكبير وصاحب فضل عليا اللواء أحمد عبد الله، واتعلمنا منه الكثير والكثير. الحمد لله حصلنا كجهاز موجود في الاتحاد الشرطة الرياضي على بطولة العالم للأندية، وحصلنا على بطولة العالم للأندية خاصة بالشرطة، وخدت منه معلومات غزيرة جدا، واتمرنت بقى حضرتك نشرت اللعبة في قرية بجوار عندنا اسمها كفر سنباط وحانوت، كفر سنباط وكفر شبرا وشبرا وميت المخلص وشرشابة، وكل قرية وشبرا الديب
وكل قرية نزلتها مرنت فيها عدة سنين طلعت فيها مدربين أفاضل وأخوة أفاضل، كل مدرب مسك قريته تحت، مش عايز أقول لحضرتك، حب بيننا وبين بعض. يسألوني أجاوبهم، أشرف عليهم بالتليفون، أشرف عليهم أروح لهم. بصراحة لنشر لعبة الكاراتيه في مستوى مركز زفتة تمن، وعملنا احتكاكات بين المدربين وبعضها علشان نشوف الكوادر القوية من المدربين قبل أي مدرب يمسك مركز شباب. طيب معانا مكالمة هاتفية، مدام هدى اتفضلي. ألو السلام عليكم. ألو مدام هدى، ولي أمر عبد الله اتفضلي. أنا ولية أمر بسان ياسر. عفوا اتفضلي يا مدام هدى. بصراحة الأكاديمية ما شاء الله بتقوم بدورها تماما، يعني احنا مطمئنين على الأولاد مع كابتن حماية، وما شاء الله بتمرنهم تمرين قوي جدا وجامد جدا، وإن شاء الله من أحسن لأحسن بإذن الله. تمام، ايه الأكاديمية ضافت ايه لبيسان؟ يعني ايه اللي فرق بيسان؟ أكيد بيسان برضو اتدربت في مكان تاني، ايه اللي فرق؟ يعني ايه اللي شفتيه في الأكاديمية؟ الصدق والامانه بصراحه، وان احنا دايما بنسيب ولادنا هناك واحنا مطمنين، حتى لو احنا مش موجودين في التمرين الكابتن بيقوم بدوره باتم وجه والله. بالظبط، وانا لمست ده فعلا على الحقيقه على ارض الواقع لما نزلت وشفت بنفسي ده في الاكاديميه. ربنا يبارك له ان شاء الله. شكرا مدام هدى. العفو يا حبيبتي، مع السلامه. مع السلامه. طيب عايزين بقى نعرف كابتن عنايات، بدايتك كانت ايه؟ ويعني ايه حبيتي لعبه الكاراتيه؟ قلتي مثلا انا هبقى مدربه، انا هبقى متميزه؟ لان فعلا انا لاحظت برضو ان اولياء الامور بيحبوكي جدا. تمام، هو زي ما قلت لحضرتك اللعبه دي اصلا انا ابتديتها من وانا عندي 4 سنين. تمام، انا يعني قعدت انفصلت عنها فتره، بس في الفتره اللي انفصلت عنها فيها دي كانت مش عايزه اقول لك بتجري في دمي. فضلت يعني مش عايزه اقول لك، انا عمري في حياتي ما نسيت اللعبه دي. فحطيت في دماغي هدف ان اللعبه دي لازم ارجع لها تاني، ولازم العب، ولازم حتى لو ما قدرتش ان انا احقق حاجه، بس يكفي ان انا يعني المحاوله. يعني لازم نحاول، يعني مش لازم نوقف، مثلا نقف عند حاجه معينه، لازم نكمل حلمنا. تمام. لازم ما فيش حاجه مثلا تحبطنا، وما شاء الله قلتي ان ما فيش. وانا الحمد لله برضو يعني يعني حطيت الثقه الثقه هنطلع نشوف فيديو، هنطلع نشوف فيديو دلوقتي، انتظرونا بعد الفاصل. Go! Run! Teach!
تي اتش دي اتش دي سان تي دو رب اتش دي اتش دي هم تي هاي هياني دن اجري 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 هم تي هاي اجري هم تي دو رك تيج ني هم تي دو اجري يو هاي ياي يان ساندن يان ساندن هات اجري هات اجري هات هي فن هي دو تي هي هم هيت نو هيت اجني سان دامي هاي ياي افتح عاش ابطالنا الحلوين ابطال سنباط وابطال اكاديميه دوليه للكاراتيه بسنباط. النهارده بنختم حلقتنا مع الكابتن عمو حميه فوده وبنختم حلقتنا كابتن اتفضل بنختم حلقتنا مع الكابتن حمايه فوده وبنختم حلقتنا مع كابتن عنايات كساب. نورتونا وشرفتونا النهارده في الاستوديو مع الابطال الحلوين ابطال سنباط. بنشكر اداره قناه الصحه والجمال على البرنامج اللذيذ ويا رب دايما موفقين دايما لفعل الطيب ونشر كل جميل في كرة مصر كلها ان شاء الله. شكرا جزيلا يا فندم، شكرا جزيلا كابتن عنايات، شكرا جزيلا كابتن حماية. النهاردة قبل ما اختم حلقتي عايزة اهني نواب مجلس الشعب عن دائرتي زفتة والسنطة